بمجرد أن توفر لقاح كورونا في العراق، قمت بالتسجيل وتلقيت الجرعتين الأولى والثانية من اللقاح بدافع وطني أولاً وأخلاقي تجاه أولادي وعائلتي ومجتمعي للوقاية من هذا الفيروس الذي تسبب بوفاة ملايين الأشخاص حول العالم والآلاف في بلدنا الحبيب. أنا أؤمن تماماً بالعلم، كما أنني واثق من سلامة وفعالية اللقاحات الموجودة في العراق، لأن جميعها مدروسة ومؤهلة من قبل منظمة الصحة العالمية، وتم استخدامها بأمان وفعالية في مئات البلدان حول العالم. ولأن اللقاحات تقربنا من أحبابنا، انضموا إلي واحصلوا على التطعيم اليوم، فهي السبيل الوحيد للسيطرة على هذه الجائحة. لنقم بدورنا في القضاء على هذا المرض حتى نتمكن من ممارسة حياتنا بحرية، ونلتقي بأصدقائنا وأحبائنا في الأماكن التي نحبها.